بمكان ولدتي حتى كان تكن الله باقي في كل مكان وفي كل زمان، حتى كالحبق السوسان في حجر النبي المصطفى العدنان، ومياه دافقة في جنان السلوان، وطيور رايقة تطل الألحان، بنغام رايقة محكومة لوزان. تكن فيك الزمن يدور يدور يدور، واللي غالب كيرجع مغلوب. تا كان بني آدم أنواع، هذا عقل هذا أحمق، هذا قصير هذا طويل، هذا غني هذا فقير، كيسعى نسعى باب الله كاملين. تا كان الطاق والطلاق والكبش نمشيو على الوراق، ناكل أنا وداك وداك وداك، والمحساد يخليه الله هكذاك. تا كان ولادي واحد الوليد، تا كان واحد الوليد وليداتي، لما كينجح كيقول له باه طلب وليدي اللي بغيتي، اش من كادو بغيتي نشريه لك، فين ما نجحتي اطلب الكادو اللي بغيتي نشريه لك. كان هاد الوليد في الخارج وسمع باللي شي وليدات من الجالية المغربية كيمشي ويخيمو في المقام الثقافي اللي كتنظمو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. قال باه راني سمعت الدراري كيمشيو للمغرب للوطن ديالنا في الصيف وكيخيمو وكيديرو مخيم صيفي مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. إوا بابا هاد المرة أنا نجحت، بغيتك صيفطني لهاد المخيم تاعنا، منها نزور بلادي المغرب ونعرف الناس ونعرف التقاليد ونعرف. قالوا واخا، سجلوا في المخيم. إوا جا الموعد ديال المخيم وسافر الوليد مع كاع الوليدات اللي جايين من الخارج، وجاو للمخيم في المغرب. بعد جاو للمخيم في المغرب كيقضيو اليوم كامل في الأنشطة من الصباح اللي كيفيقوا، كيديروا تحية العالم، كيصوبوا فراشاتهم، كينظفوا راسهم، وكيديروا الأنشطة اليومية، أناشيد، ألعاب الهواء الطلق. إلا كانوا حدا البحر كيمشيو للبحر للسباحة، كانوا في الجبل كيمشيو للنار. هاد الوليدة وليداتي مشى لمنطقة جبلية فيها الغابة وفيها الطبيعة وفيها الجبل، خيم. واحد الليلة تحش باباه وماماه، تحش العائلة، وبدا كيخمم وما داهش النعاس شوية، وهو كيقتحم الضوء ديال القمر داخل الخيمة، وحيد نسو صحابو كلهم اللي معاه في الخيمة نسو، وهو بقى كيخمم. ملي شاف الضوء ديال القمر داخل الخيمة، حيد هذاك الجناح ديال الخيمة وعجبوا القمر. القمر كان في ليلة 14 البدر، كبير والضو ديالو جميل محاطة به النجوم. ويتفكر واحد النشيد اللي كان علمو ليه المدرب ديالو، وذاك نشيد زوين، وبدا كيرددو: ليالي القمر ليالي السهر، ليالي القمر ليالي السهر، هيو بينا يا إخوان لنسهر تحت الظلام.
هيا بينا يا إخوان لنسهر تحت الظلام. بارز القمر بارز القمر بنوره قد ازدهر معلنا وقت السهر. بنوره قد ازدهر معلنا وقت السهر. كلموا الطبيعة كلموها تعبر لكم عن أمانيها. شو هي؟ من بعد سال هذاك الناشد اللي عجبه مع ضوء القمر ويشوف واحد الشحروق في العش ديالو حتى هو عجبه ضوء القمر وتيغني في العش ديالو واحد الصوت جميل. شويه هذاك العصفور كيغني والوليد عجبه الصوت ديال الشحرور وهو صفق عليه. قال له تبارك الله عليك يا عمي الشحرور، الصوت ديالك جميل. قال له شكرا وليدي، واش انت جيت انت تسكن معايا في الغابة هنا ديما ولا غير؟ قالوا لا عمي الشحرور، أنا جيت غير فترة المخيم ونرجع في حالي. قالوا ولكن ما فيها بس نتصاحبوا أنا وياك في كل ليلة، راني كنجي ومع ضوء القمر كنبقى نغني أنتوا أنتوا أنا وياك. قالوا واخا شكرا الشحرور غزال. يا وليداتي هذاك الشحرور كان هو مطرب هذيك الغابة كلها، كاع الطيور لما كتسمعو كيغني كانوا دوك كلهم كيسبقوا بجنيحاتهم. برافو برافو الشحرور برافو. يا وليداتي درت شوية هذاك الشحرور مع هذاك الوليد علي اللي مشى للمخيم. ايوا قال له سيدي تصبح على خير، دابا جاني نعاس ورحنا كلنا ان شاء الله نوليو نتوانسو انا وياك ونتعرفوا اكثر. قال له تصبح على خير. قال له الضي صبحك على خير. رد هذاك الغشا ديال الخيمه وناس ناس ناس زوينه على انغام ذاك الاغاني ديال ذاك الشهر. الصباح وليداتي هو يفيق، من الفاق كما العادة نضف راسو رتب الفراش ديالو دار الأغراض كلها والأشغال ديالو، لأن علاش الناس كيمشيو للمخيم؟ باش يعتمدوا على نفسهم. المخيم كيعلمنا الاعتماد على النفس، ماشي كل حاجة ديرها لي ماما، جيبي لي كاس الماء نشربها ماما، غطيني يا ماما، غسلي لي حويجات يا ماما، غسلي لي الماعن ديال يا ماما، فرشيني غطيني. ماشي كيتكلو ديما على والديهم. ملي كيمشي للمخيم ما كاين لا بابا لا ماما، كيعتمد على راسو، يصوب فراشو، يغسل الماعن ديالو فاش كياكل، يدير النظافة، كل شيء كيقوم به هو، ما كانش لا اللي يمدلو كاس الماء ولا ماما جيبيلي ولا والو. هنا كيتكونوا الأطفال وكيتحرروا من الاتكالية على والديهم وكيولي عندهم استقلال ذات، كيتعتمدوا على راسهم. من بعد وليداتي ما مشى الحصة ديال الأناشيد وهو يعلمو هذاك المدرب ديالو علمو نشيد على الشحرور. يقول فيه المدرب في الغابة البعيدة أنصت للشحرور في وكره يغني يخاطب الطيور
طيور 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 طيور. لا 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 لا. وزاد هاد الوليد العشق ديالو داك الشحرور كبر. شوف سبحان الله، عاد البارح في الليل هو كيهضر مع الشحرور والمعلم ديالو او المدرب المخيم عاود علمو نشيد على الشحرور. ايوا لا غدا يا ولدتي مشى عليه بحال الليله ديال الامس، نعسو صحابو وهو يحيد داك الجناح ديال الحيطون وهو يقول له يا عمي الشحرور راه علمني المدرب ديالي واحد النشيد كيتغنى بيك وبالجمال ديالك وبالصوت ديالك. وهو عاود ياكد عليه هذاك الشحرور وبدا كيطرح عليه اسئله على شكل اغنيه. هل اخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور؟ هل أخذت الغاب مثلي منزلا دون القصور؟ وتتبعت السواقي وتسلت الصخور وتسلت الصخور. هل افترشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء؟ هل افترشت العشب ليلا وتلحفت الفضاء زاهدا فيما سياتي ناسيا قد مضى ناسيا قد مضى. قال له بعد هاد الأغنية كتغنيها فيروز بصوت ملائكي، وهذاك الشحرور تا وحده وكيقولها لهذاك علي اللي مشى للمخيم، وعجبات علي هاد الأغنية تا هي بدا كيرددها بحال هذاك النشيد ديال الشحرور. يا وليداتي هذاك الشحرور قال له يا ودي راه ما سخيتش بك الا كنتي غتمشي. قالوا لي غتمشي من المخيم؟ قال له ياه، غدا الصباح ان شاء الله غنجيو الحافلات ديالنا ونرجعوا للاهالي ديالنا والبلادات ديالنا. ايوا ما سخيتش بك عمي الشحرور. قال له الشحرور أول حاجة اللي عجبتني فيكم أوليدات المخيم هو أنكم كتحافظوا على البيئة من التلوث، كتجمعوا الأزبال والنفايات اللي كتلوث الطبيعة وكتديوها، إما كتحرقوها إما كتديوها للمكان اللي خصها تمشي ليه، وكتبقى النظافة ديال البيئة طبيعة نقية. قال له سعداتك عمي الشحرور، انت اللي عايش ديما في هاد الغابة في هاد الهواء النقي الصافي اللي ما فيهش تلوث. احنا في المدينة عندنا التلوث بزاف، السيارات بزاف، الازدحام ديال الناس، يعني المصانع كثير عندنا التلوث. كل عام ان شاء الله غنجي ونحيي معك الرحيم وندوز معك واحد الفترة زوينة عمي الشحرور. وباي باي مع السلامة عمي الشحرور، باي باي مع السلامة.